بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا في الدنيا والآخرة بالتمام يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. يقول ربي: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. برعاد لوج كلمة غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله يقسم بالفيزيبل والانفيزيبل، لو لاتون لو باتون لو لاتون. إنا لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. خلط ما بين الشعر والقرآن ولا صلة بينهما. وما هو رغم بعض المفسرين يلتجئون إلى الشعر الجاهلي، لكن اللي فهم بعض دلالات لبعض ألفاظ فقط. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا كان يرجم بالغيب قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا أيوه، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تشدوا الحقيقة تنزيل من رب العالمين القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. يعني أي إنسان يتجرأ ويقول أنا عندي زاد ما قلت ما جاء في القرآن، لا أخذنا منه الوقت باليمين، شدوا من موطن القوة فيه، ثم قطعنا لقطعنا من الوتين، يعني لاور كيف ولا لكاروتين، حد ما يقطعهم ربي بأي طريقة كانت، بسكين ولا بلازر ولا أي شيء، ولا بتمزيق ولا حاجة. مش لازم تكون سكين، تمزيق من أول الصدمة اللي مشتنا لك الكاروتين هذيك، وبعد فميك ترك حياته، لأنه عنده حياة أخرى تستنى فيه ولا مهرب منها. نسأل الله أن نكون من المغفلين حتى يأتينا العذاب العظيم. يا ربنا إنا نخشاك ولا نريد أن نغضبك أو نسخطك أو ننال من عذابك ولو حاجة بسيطة لا تكاد تذكر. نسأل الله السلامة.